السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيفكم اخواني؟ شو اخباركم؟ معكم سعيد من قناة The Breaking Golf. اليوم ان شاء الله جايبين لكم تطبيق جميل، تطبيق رائع، يعني بساعد على انك تحتفظ بخصوصيتك. طبعا اكيد كل انسان له خصوصية، وكل انسان ما بحب انه حدا ينتهك هاي الخصوصية. فممكن انك انت تكون طلعت ونسيت تليفونك في البيت، او طلعت مشوار وخليت تليفونك في البيت، يعني المهم انت بعيد عن تليفونك وتليفونك اجت مكالمة او رن وفي اصدقائك حوالين التليفون او اهلك او اي حدا، او مثلا كنت مضيع تليفونك واجت مكالمة مثلا وما بدك اي حدا انه يفتح المكالمة او يرد على المكالمات اللي بتجيك. فكيف ممكن انه احنا نتخلص من هذول الاشخاص المزعجين اللي بحبوا يتدخلوا في اشي ما لهم خاص فيه؟ اليوم تطبيقنا جميل جدا، اسمه كاوتش جرام، بيساعدك على انك تغلق المكالمات بنمط سري او بكلمة سر او بالاسلوب اللي انت بتحبه. فبالتالي من اليوم وطالع ما في اي حدا منهم راح يقدر يفتح اي مكالمة بتجيك وانت بعيد عن تليفونك ان شاء الله. فخلينا نشوف كيف ننزل التطبيق. بامكانك تنزله من الجوجل بلاي، هاي شكله، تكتب كاوتش جرام فري كول سيكيورتي وبتنزله، او بامكانك تروح على الرابط اللي راح احط لك اياه داخل مدونتي، ورابط مدونتي بامكانك تاخذه من تحت الفيديو بالوصف. فوت على المدونة بعدين ادخل على الرابط من خلال كبسة الداونلود اللي باللون البرتقالي، تنتظر الخمس ثواني وبتكبس على سكيب اد او تخطى الاعلان، بيفتح معك هالرابط او هالصفحة، بتنزل بتكتب هاي الكلمة داخل المربع، بعدين بنكبس على كرييت داونلود لينك، بيفتح معك هاي الصفحة، بتشيل الصح من داخل المربع اللي هون وبتكبس على داونلود وبنزل التطبيق. بعد ما تنزله بتنسخه على هاتفك او على تليفونك او جوالك. بعد ما ننزل التطبيق على التليفون بنفتح التطبيق، بعد ما تفتح التطبيق بتتحرك على اليمين لحد ما تخلص هاي الاشياء، بعدين بنكبس على نيكست. بعدين تكتب ايميلك هون او ممكن يكون الايميل جاهز لحاله، بتكبس على نيكست. بعدين هون بتختار العمر او البيرث داي او الميلاد، انا 1995 وذكر، بعدين دن. بعدين بتحط صحوح هون بتكبس على ستارت كاوتش جرام، would you like use the incoming call lock، بتكبس على يس. بحكي لك اختار طريقة القفل اللي بدك تحطها على المكالمات اللي راح تجيك. مثلا بحكي لك هون اختار البوزيشن، موقع الاصبع، اذا بتحط اصبعك على موقع معين بفتح المكالمة، اذا بتحط اصبعك في موقع غلط ما بتفتح المكالمة. هون دايركشن، بترسم زي النمط ولكن في اشياء متعددة مختلفة عن النمط، اذا ما رسمت الشكل الصح ما بتفتح المكالمة. الباترن زي النمط اللي بيجي على التليفون. بوتون لوك، لازم تكبس كبسة معينة على التليفون عشان تفتح المكالمة. فخلينا نجرب مثلا البوزيشن او الموقع، زي ما انتم شايفين بيحكي لك move the button to preset position to unlock، حرك هاي عشان تعمل كلمة السر او الحركة اللي بدك من خلالها تفتح المكالمة، مثلا هيك، بعدين next، هيك مثلا، بعدين بتعيد نفس الحركة طبعا، بعدين اوكي. هيك خلص بعطيك مكالمة افتراضية وهمية، مثلا حرك هيك ما بفتح، حرك هيك بفتح، بحكي لك successfully answered the call، انه انت جاوبت على المكالمة بنجاح. نكبس على اوكي وهيك خلص بنكون انتهينا من اعداد التطبيق. طبعا زي ما حكينا كل واحد بامكانه يحط الاشي اللي بريحه، نمط سري او تحريك اصبع او كبسة معينة. بعدين بحكي لك you can now select the background image for calls، اختار الخلفية الخاصة بالمكالمات، تختار الخلفية اللي بتعجبك، مثلا انا بدي اخليها هاي. بعدين نكبس على apply، هاي اعطاك كمان مكالمة وهمية، نفتح المكالمة successfully answered the call. اوكي خلاص هسه هيك بنطلع من التطبيق، مش محتاجينه لانه اعددناه. طبعا بامكانك تفوت على التطبيق وترجع تغير اعداداتك كاملة، من طريقة الفتح الى الخلفية الى كل اشي الى عمرك. المهم بدي اجرب ارن على تليفوني من خلال رقم اخوي. زي ما احنا شايفين اجتني مكالمة من اخوي وهي التليفون برن.
لو اعمل هيك مستحيل تفتح المكالمة، هيك مستحيل تفتح المكالمة، هيك مستحيل تفتح المكالمة. زي ما انتم شايفين عشاني حاولت افتح المكالمة باكثر من مرة غلط، سكر على المكالمة لحاله عشان ايش الشخص اللي بيلعب في التليفون ما يضل يلعب فيه. خلينا نجرب نرن كمان مرة. لو عملنا هيك فتحت المكالمة على طول بدون حتى ما احنا نكبس على كبسة المكالمة اللي متعودين عليها. فهيك ان شاء الله بنكون انتهينا من شرحنا. يا رب يكون الشرح عجبكم. اذا عجبك الشرح لا تنسى تعمل لايك للفيديو وتشترك بقناتي اذا ما كنت مشترك فيها. اذا بتحب تسأل وتستفسر بامكانك تسأل وتستفسر تحت الفيديو بالتعليقات او من خلال صفحتي على الفيسبوك، رابط الصفحة راح يكون موجود تحت الفيديو بالوصف. فوت على الصفحة اعملها لايك واسألني هناك وان شاء الله بحاول اجاوب على الكل. زي ما حكينا لا تنسى انك تقدر تحمل التطبيق من الجوجل بلاي او بامكانك تحمله من الرابط اللي موجود في مدونتي، ورابط مدونتي راح يكون موجود تحت الفيديو بالوصف. اتمنى انكم تدعموني لانه ما في دعم ابدا في القناة، الدعم عن جد ميت بشكل لا يوصف. فزي ما انا بحط جهدي في القناة انتوا اعطوني جهد خفيف منكم، بس انك تكبس على لايك وتشترك في القناة ومن هاي الشغلات الخفيفة والبسيطة. ولا تنسى تترك لنا رايك تحت الفيديو بالتعليقات. ولهون بحكي لكم بشوفكم بالحلقة الجديدة. كان معكم اخوكم سعيد من قناة The Breaking Wolf. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.